فاحنا الحمد لله تمت اختيارك ككونك انسانه لك نشاطاتك الاعلاميه القيمه واللي كلنا نثمنها طبعا. انا بشتغل انه كمان في مجال الاعلام، بالاضافه ككونك سفيره للنوايا الحسنه، بالاضافه لشخصيتك الدراميه الحلوه اللي كثير جدليه وحواريه جدا في الكلام. والله هو يعني جدا يعني واحد دائما اللمسات الحضاريه قويه جدا. الواحد لما يلاقي ناس بيشتغلوا على الحضاره الثقافه يعني ينبسط فيهم ويحب يشجعهم. وهي يمكن تكون مشكله صغيره او في ناس ما يجرون الاعلام صحيح، فما يبان لهم انه بيكون في فكره، خصوصا اقول لهم يعني الناس اللي عندهم فكره مشغولين بس بطريقه حضاريه. طبعا احنا بنستاذنك انه حنبث في قنوات وحنعمل، ما في مشكله للشخصيه اللي تستحق. انت من الحقيقه من الشخصيات فعلا الناجحه اللي بتستاهل انه الناس كمان وكمان تعرف عنك اكثر، وانت ما شاء الله مشهوره. بتكلم كثير في البرنامج يعني. بعدين مو فكره انه بلد ضد بلد، مثلا احنا بنحس مرات انه لا هذا في السعوديه صار لاول مره، لا هو مو بس في السعوديه اول مره، هو خلينا نخرج من نطاق العربي والعربي والاسلامي عشان الواحد يحس انه جزء من، وبدون ما نركز على السلبيات، على الايجابيات وبس. هذا هو حقيقه اللي بنحاول احنا نبينه. استاذتنا منى سليمان احنا تشرفنا جدا بمعرفتك وتشرفنا اكثر بانك تكوني عضو معنا في الموسوعه، وكمان زي ما اتفقنا بتكون سفيره للموسوعه اذا ربنا يسر الامور، وتكوني ناطقه رسميه باسمنا باذن رب العالمين. فنقدم لك التهنئه الخالصه لكون اللجنة الاستشارية العليا قررت اختيارك من بين أسماء كثيرة جدا رشحت لها. الله يخليك، وهذا شرف كبير لنا. والله هذا الشرف لي صراحة، لأنه حكاية يكون في موسوعة تهتم بالحضارة والثقافة هذا الشيء اللي بنحتاجه في بلادنا. إحنا الآن عندنا علم كثير لكن ما زال الوعي بالثقافة والحضارة قليل، ف يعني مشكورين على هذه المجهودات صراحة صعب جدا الواحد يتكلم على تم اختيار هذا جزء من يمكن حضرتكم تكتبوه يعني، لكن لابد الواحد يقول كلمة حق. أشكركم على اختياري كشخصية من شخصيات عام 2008. الدرع والتكريم هذا له معنى كبير جدا، لأنه اهتماماتنا في البرنامج وفي المؤسسة كلها تنصب كيف نرتقي بالحس الحضاري عند العالم العربي والإسلامي، والاهتمام يكون أنه نخرج من الحدود الصغيرة اللي رسمناها لنفسنا خلال 50 سنة الماضية ونصير جزء من العالم. فمرة أخرى أشكركم يعني على التكريم، وأشكر كمان الأستاذ المستشار أسامة الطوري على كونه جاب نفسه وقدم لي هذا التكريم. طبعا الدكتوره منى ابو سليمان هي غنيه عن التعريف، الاعلاميه السعوديه سفيره للنوايا الحسنه، عندها برامج كثيره، برامج من بين ضمن برامجها التقريب بين الشرق والغرب، عندها برامج تعليميه في امريكا بتحاول توصل الفكر الصحيح عن العالم العربي، نموذج للمراه، نموذج للمراه العربيه الاصيله، معتزه بحجابها، معتزه بقيمها، معتزه بعنفوانها وكبريائها وكرامتها، اختارتها اللجنه العليا للترشيح وال اختيار والتدقيق. كان المفروض الدكتورة منى تتكرم قبل بسنوات، لكن الحقيقة لظروف معينة تم تكريمها هذه السنة كشخصية التميز والحضارة الأولى عن القطاع النسائي في العالم العربي والإسلامي. حقيقة تستحق لأنها أعطت صورة مشرفة عن المرأة وعن المرأة العربية الملتزمة بقيمها، تعتز بحجابها، تعتز بقيمها، منطلقة، تعرف حدودها وتعرف إمكانياتها، وكانت خي سفير من سفراء، وتم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة. والان احنا الان نعتز انها تكون سفيره للموسوعه تمثلنا الوجه الحضاري المضيء للمراه، اللي الغرب الان يتكلم عن المراه العربيه او السعوديه بانها منغلقه على نفسها، احنا بنورجي احنا المراه العربيه هي وصلت لاعلى واكبر الاماكن، وبتدير الان اكبر مؤسسه في الشرق الاوسط هي مؤسسه المملكه للمراه. شكرا.